人はどこかの土地へ行くという意味だけではありません。日々の生活に探求心を持つことも旅だと思います。感染症の後、この考え方は大切になるでしょう。たとえどれだけ多くの場所を訪れたとしても、この場所に閉じ込められてしまったら好奇心を保てるでしょうか。今回 Realme と私はスマートフォンを作りました。このデザインを見ればすぐに旅行を思い浮かべるでしょう。3、2、1。リブのデザインはスーツケースの補強や滑り止めによく使われます。この機能が施されたスマートフォンを手にした瞬間、皆さんはスーツケースがまるで手の中にあるかのような錯覚に陥り、きっと探求心が生まれるでしょう。今、自由が身近に感じられないこの時期、私のデザインが皆さんの情熱を刺激できることを願っています。野心があれば目の前の世界は広がります。 Realme GT Master Edition。السلام عليكم، معكم وئام حسامي، ديجيتال اند ميديا سوبرفيزور ديال لا مارك ريلمي في المغرب. معكم يوسف، ديجيتال ماركتينغ مانجر ديال ريلمي او ماروك. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم مرحبا بكم في هذا اللايف فيديو، شكرا على التفاعل ديالكم وميرسي على الثقة ديالكم في لا مارك ريلمي. الوغ اليوم جينا باش نهضروا لكم على واحد لو تيليفون اللي تسنيتو بزاف، كنتو كتسولونا عليه بزاف بزاف لي ريزو سوسيو ديالنا، واليوم عاد الوقت باش ينطلق رسميا في المغرب، اللي هو لو ريلمي جي تي ماستر اديشن. دابا غندوزو لامبوكسين ديال لو تيليفون مجموعين. طبعا لو تيليفون اللي ديما كنا كنتسناوه لو جي تي ماستر اديشن، باش نشوفو لو ديزاين ديالو ولي بيرفورمانس داكشي كامل. غنشاركو معاكم طبعا لي سبيك والمزايا اللي غتحتاجو تعرفوهم قبل ما تشريو لو تيليفون. كيف ما كتشوفو لا بواط ديال لو تيليفون كتجي على هذا الشكل هذا، واللي كنلاحظو ان لا بواط مختلفه هذه المره على لو تيليفون اللي كانوا قبل. الوغ حتى لو تيليفون راه غيكون مختلف هذه المره، سي سور مختلف. كان عليو بها ستان تيليفون يونيك بالمزايا اللي فيه ولي سبيك اللي فيه. هادشي اللي غنكتشفوه في هاد لا في. الوغ مهدي، هاي ويلكم تو ريمي فاميلي. هاد لو ميساج غنقولوه لكاع الناس اللي غياخدو لو تيليفون ولا غياخدو ان اوتر موديل في لا مارك ريلمي، مرحبا بكم شي ريلمي. غنخليو لو تيليفون هو الاخر، شوفوا لي زاكسسوار اللي كيجيو معاه. عندنا البوشيت، البوشيت جات بنفس الديزاين ديال لو تيليفون. عندنا لو كابل، لو شارجور، اي هاد لي ليبر ديال لا كارت سي. من بعد ما شفنا كاع لي زاكسسوار ديال لو تيليفون، دابا غندوزو لو تيليفون اهم حاجه. فوالا، كيجي في بلاستيك بحال هكا، كيجي اون كولور غريز. لو تيليفون هاد لو جي تي ماستر اديشن كاين في 3 كولور، كاين لو بلو لو غري اي لو بلون، مي في المغرب غينطلق غير هاد لا كولور هادي لا غريز. وهاد لو موديل c'est un modèle unique master design اللي سمو اكبر لي ديزاينر في العالم اللي هو ناوتو فوكاساوا. اش بان لك انت يوسف؟ c'est un design nouveau في لو مارشي ماروكان، ما نشوفوش بزاف، نشوفو كو عند ريلمي، سورتو في ريلمي جي تي ماستر اديشن. واحد القضيه اللي عجبتني بزاف سي كو ما كيخليش لاطاج ديال لي زومبران، وهاد القضيه مزيانه. وكاين عندنا واحد القضيه اللي هي الميكرو جاك. الميكرو جاك بزاف ديال لي سمارت فون، بزاف ديال لي مارك ولاو كيحيدوا الميكرو جاك سورتو فهاد لا غام. ريلمي جي تي ماستر اديشن خلات هاد الميزه اللي هي ميكرو جاك، تقدر تصنت في يعني بلي زيكوتور عادي.
Alors, من بعد ما شفنا كاع داكشي الخارجي ديال لو تيليفون لو ديزاين لا كولور اكسيتيرا دابا غنشوفو لي بيرفورمانس و لي سبيك ديال لو تيليفون بعدا غنشعلو لو تيليفون باش توضح لكم الرؤيه اكثر معانا فوالا alors كيف ما كتشوفو لو تيليفون كيشعل دغيا فيه empreinte digitale pour la sécurité l'empreinte دغيا كتحل l'écran ديالو كبيرة فيها 6.43 pouces l'écran هنا كتجينا بريزوليسيون ديال Full HD من نوع Super AMOLED refresh rate ديال GT Master Edition هو 120Hz 120Hz مزيان للتصفح ومزيان الناس اللي عندهم على اليمين كما كنتي سواء جيمر سواء يعني مستعمل عادي للتليفون غيعجبك الجي تي ماستر اديشن ريدمي جي تي ماستر اديشن كيجينا بروسيسور لي زوين بزاف اللي هو سناب دراجون 778G 5G 6 نانومتر هاد المعالج مزيان للناس اللي عزيز عليهم الجيمين وزوين يعني حتى للناس اللي عندهم الاستعمال العادي غينفعكم بزاف هاد الهاتف كيجي ب 8 جيجا في الرام بلس 5 جيجا فيرتوييل هاد ال 5 جيجا فيرتوييل كيمكن لينا نستعملوها كامله نستعملو النص ديالها او بيان ما نستعملوهاش كاع كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا كاينه اوغمونطاسيون ديال الرام كاينه اما نقدروا نديرو 2 جيجا 3 جيجا ولا 5 جيجا نزيدوها في الرام ديالنا سينو نقدروا نديزاكتيفيوها في الرام المجموع هو 13 جيجا في الرام غندوزو دابا لاهم مميزات لو تيليفون اللي هي لا كاميرا لو تيليفون كيجينا ب 3 كاميرا فيهم 64 ميجا بيكسل زائد 8 ميجا بيكسل زائد 2 ميجا بيكسل ولا كاميرا سيلفي فيها 32 ميجا بيكسل لا كاميرا عندنا فيها بزاف ديال لي مود باغ اكزومبل عندنا المود بوتي اللي كنحتاجو حنايا البنات بيان سور عندنا دي مود اخرين لعشاق التصوير باش يصوروا صور احترافيه عندنا لو مود ستريت لو مود ايتوالي لو مود برو و دي مود اخرين بيان سور بالنسبه للتصوير لا فيديو عندنا لو تيليفون كيجينا بريزوليسيون ديال 4K غندوزو دابا البطاريه ديال ريلمي جي تي ماستر اديشن البطاريه ديالو كتجينا ب 4300 ملي امبير كتقدر دوز لك النهار بكل اريحيه والحاجه اللي زوينه فيها بزاف سيكو هاد الهاتف كيتشارجا في نص ساعه يعني 30 دقيقه التليفون ديالك غيتشارجا بفضل الشاحن اللي كيجي مع العلبه ميرسي الشاحن اللي كيدعم الشحن السريع 65 واط بالنسبه للستوكاج ديال ريلمي جي تي ماستر اديشن كيجينا ب 256 جيجا ستوكاج 256 جيجا كافيه بزاف راه ستوكي في لي فيديو في لي فوتو في لي دوني اللي عندك سونز اوكان بروبليم الثمن ديالو شحال ويام لو بري غيكون ب 3900 درهم اكسكلوزيفمون سور taiga.ma شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو شكرا حيت بقيتوا معنا حتى الاخر كنتمنى نكونوا قدرنا نجاوبوا على كاع الاسئله ديالكم اللي غادي تطرحوها من بعد ما تشوفوا لو ريلمي جي تي ماستر اديشن كاين في الاسواق وما تنساوش تتابعونا في لي ريزو سوسيو ديال ريلمي ماروك فيسبوك انستغرام اي يوتيوب وتسناو الجديد ريلمي دير تو ليب Realme GT Master Edition. Mastery beyond speed.